سورة صاد من أولها، وسورة صاد السورة 38 من أول المصحف، وهي سورة مكية كلها مكي، يعني نزلت قبل الهجرة، وآياتها 88 آية في العد الكوفي و86 آية في العد البصري والمدني. نزلت بعد سورة القمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كده آية واحدة في العد المدني والبصري، آية واحدة، يعني الآيتين الأولانيين آية واحدة في العد البصري والمدني، مكان اتنين تحط واحد، أما في العد الكوفي فهم آيتان. صاد، والقرآن ذي الذكر. صاد حرف من الحروف المقطعة التي نزل بها القرآن، وما زالت سر من أسرار القرآن، قيل فيها الكثير ولم يقل فيها الكلمة النهائية، فالعلم عند الله. والقرآن، الواو واو القسم، والقرآن مقسم به، وواو القسم حرف جر يجي بعدها على طول اسم مجرور، وهنا علامة الجر الكسرة. والقرآن ذي الذكر، أي ذي الذكر أي صاحب الشرف، فلا يذكر إلا كل شريف. والقرآن ذي الذكر، أما المكي فيقراها والقرآن ذي الذكر، قراءة ابن كثير المكي والقرآن ذي الذكر، وباقي القراء والقرآن ذي الذكر. بل الذين، وبل حرف إضراب، الذين كفروا في عزة وشقاق، في عزة يعني في مغالبة للقرآن ومغالبة لأهل الحق، يغالبوهم ويحاربوهم ويعادوهم، يبقى في عزة يعني في مغالبة، يعني في مغالبة ومخالفة. وشقاق أي في جانب يختلف عن جانب أهل الحق، كأنهم اتخذوا شقا مختلفا عن أهل الحق، والشقاق هي مجانبة الإنسان أخاه الإنسان. تفضل يا سيدي. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم، وكم حرف يدل على الكثرة، وأحيانا يكون حرف استفهام يدل على الاستفهام عن العدد، وهنا لا يأتي للاستفهام بل جاء للتكثير. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من أجيال، من جيل، القرن هو الجيل، قيل 80 عاما وقيل 40 عاما، واستقر الأمر على أنه 100 عام. كم أهلكنا من قبلهم، أي من قبل كفار قريش الذين كفروا برسول الله في بداية دعوته، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، أي عند هلاكهم نادوا يستغيثوا، فنادوا أي عند إهلاكهم للاستغاثة فنادوا، ولا تحين مناص، وليس الوقت وقت مهرب، يبقى ولات بمعنى ليس، ولات بمعنى ليس، ولها اسم خبر، وليس الحين حين مهرب، يبقى الحين ده هو اسمها محذوف،
ولات حين مناص، هي اصلا ولا ثم تحط فيها التاء، هي اصلا ولا ولا نه اللي هي النافيه ولا ثم تحط عليها التاء فبقت بمعنى ولات بمعنى وليس. وليس الوقت وقت مهرب، الحين هو الوقت، فترة زمنية من الزمن مبهمة طالت أو قصرت، هو ده الحين. مناص يعني مهرب، يعني إذا وقع عليهم العذاب لا مهرب، مهما نادوا ومهما استغاثوا لا مهرب، فهمت؟ هذه معنى فنادوا ولات، فنادوا أي استغاثوا حيث لا مهرب لهم ولا مغيث ولا معين. وقف الكسائي على ولات بالهاء، يقول ولاه، لو وقف على ولات الكسائي يقف بالهاء، وباقي القراء إذا وقفوا عليها يقفوا بالتاء يقولوا ولات. يبقى عند الوقف اختلف فيها، هل نقف على الهاء عليها بالهاء أو نقف عليها بالتاء؟ الكسائي من القراء العشر الوحيد يقف عليها بإيه؟ بالهاء، ولاه، وباقي القراء ولات. والكسائي الرواة بتوعه مين؟ له رويان، أبو الحارث والدوري. الكسائي له رويان، أبو الحارث والدوري، لأن كل قارئ من القراء العشر له رويان، يبقى عندنا 10 رواة، 20 راوي لعشر قراء، 20 راوي لعشر قراء. الكسائي الراويان بتوع مين؟ أبو الحارث والدوري. لما يقفوا يقفوا على ولات إيه؟ يقفوا عليها بالهاء، ولا. يلا يا سيدي. وعجبوا أن جاءهم، أي جاء للعرب ولقريش، منذر منهم، أي رسول منهم من جنسهم عربي مثلهم، تعجبوا من ذلك. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون مدعين عليه وحاشاه هذا ساحر كذاب. ساحر هو كل من يأتي بالأمر العجيب يسموه ساحر، يبقى ساحر كل من أتى بأمر عجيب يسموه إيه؟ ساحر. والمصريين يسموه حاوي، فهم؟ المصريين العوام يسموه حاوي، يعني ما يعمل حاجة عجيبة كده يقول له إيه ده حاوي ده، فهمت إزاي؟ حاوي جاي اصلا من ايه؟ من غاوي، وغاوي جاي من مغاوي، ومغاوي جاي من له قرين من الجن بيعينه، فهمت بقى ازاي؟ يسموه المصريين ايه؟ حاوي، فهمت ازاي؟ يبقى الساحر هو كل من اتى بامر عجيب. كذاب وحاشاه، حاشاه ان يكون كذلك، ولكن هذا ادعاء، وهم نفسهم الذين سموه الصادق قبل بعثته، فكيف يتحول الصادق إلى كاذب وأنتم شهدتم له بالصدق والأمانة؟ ده أنتم كنتم ما بتنادوش محمد، ده أنتم بتقولوا عليه الصادق الأمين، فكيف بعد ذلك تدعوا عليه هذا وحشاه أن يكون إيه بهذه الصفة؟ وقال الكافرون، أي من قريش ومن والوهم في بداية الدعوة، هذا إشارة إلى النبي، وهذا إشارة يعني كأنهم إيه؟ بيستهجنوا، بيشير إلى إيه؟ إلى من يراه أنه ليس حقيق بالإيه؟ بالرسالة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما كان فيش إلا اليتيم ده، في عندنا عظماء كده سمعنا ده. كلمة هذا دي توحي بهذا المعنى، إن في نوع من الاحتقار ونوع من الكبر والتعالي، فهم؟ لأنه تملي الإنسان يشير إيه وما يقولش الاسم
للايه؟ للذي لا يسمى، لا يعني احتقارا لذكر الاسم. فهمت؟ حتى لما واحد يحب يحتقر واحد، يقول له ايه؟ يا هذا. لما يناديه يقول له ايه؟ يا هذا، مش يناديه باسمه. يعني كأنه يا كرسي، يا حيطة، يا حجر، يا حيوان، أي حاجة بقى. فهمت ازاي؟ فكلمة اما تشير إلى إنسان بالإشارة دون الاسم دليل الاحتقار. فهمت بقى ازاي؟ فده دليل الكفر. لأن الإيمان بالنبي يستوجب ايه؟ التوقير والتعظيم. فهمت بقى ازاي؟ لكن كلمة هذا دي فيها هذا المعنى. فهمت ازاي؟ فيه المعنى الذي فيه الكبر والغرور واحتقار أن يكون هذا اليتيم هو الذي خصه الله بالرسالة. هذا ساحر كذاب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. تفضل. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، والاستفهام هنا استفهام استنكاري، بيتعجبوا بيستنكروا، بقى الآلهة الكتيرة دي تبقى إله واحد؟ معقول؟ إن هذا لشيء، يعني إن هذا التوحيد لشيء عجاب، أمر عجيب يستعجب ويستغرب. ليه؟ لأن سبب نزول هذه الآية أن قريش ذهبت إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احكم بيننا وبين ابن أخيك، مره أن يعبد ربه كما يريد، ولكن لا يسب آلهتنا ولا يدعو لعبادة ربه، يعني يقعد في بيته ويعبد ربنا زي ما هو عايز، لكن لا يدعو الناس ولا يذكر آلهتنا بسوء. فهم؟ فراح سيدنا، فراح أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي قريش لا يمنعوك من عبادة ما تشاء، اعبد ربك كما تشاء، ولكن كف عن ذكر آلهته. فإيه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا عمي إني أدعوكم لأفضل من ذلك، كلمة إذا قلتوها تدين لكم العرب والعجم ويدفع لكم الجزية من الفرس ومن الروم. قال له كلمة واحدة ده أمر بسيط، خلاص أنا أجمعهم. فجمع قريش أبي طالب وقال ابن أخي يدعوكم لكلمة واحدة إذا قلتوها تدين لكم العرب وتدين لكم العجم ويدفع لكم الجزية وتصيروا بعد ذلك إيه؟ حكام على العالم. فقالوا وما هي هذه الكلمة؟ قال أن تقولوا لا إله إلا الله. فانطلق الملأ منهم وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب. فنزلت هذه الآية تحكي هذا الموقف. فلما انصرفوا وقالوا هذا، قال سيدنا رسول الله لعمه يا عمي والله لو وضعوا القمر الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله وأهلك دونه. فقال له قم يا ابن أخي وقل ما شئت وأنا وراءك أدافع عنك. فأدي سبب نزول هذه الآيات. فهمت بقى؟ فنزلت هذه الآيات تحكي ما حدث. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا، يعني إن ما يدعون إليه من توحيد الآلهة إلى أن يكون إلها واحدا لشيء، يعني لأمر عجاب يعني عجيب. تفضل يا سيدي. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم يعني أشرافهم وزعماؤهم انطلقوا خرجوا من عند هذا النبي رافضين دعوته. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني استمروا على ما أنتم عليه من عبادة الأوثان ولا تسمعوا له، إن هذا لشيء يراد، يعني ثباتكم على عبادة الآلهة هذا أمر يراد ومطلوب منكم، أو إن هذا الذي يدعون إليه شيء يراد، أي يراد بنا أن يخرجنا عما ورثناه من آبائنا. فهمت بقى ازاي؟
إن هذا لشيء يراد، يعني هذا إما تعود على دعوة النبي لتوحيد الإلهة، واخد بالك، أو إن هذا دعوتهم على الاستمرار على عبادة إيه؟ آلهتهم. تحتمل المعنيين. فإذا كانت على المعنى الذي يدعوهم إلى عبادة آلهتهم، يبقى إن هذا لشيء يراد، أي استمراركم على عبادة آلهتكم أمر يراد ونطلبه وندعو إليه. وإذا كانت هذا تعود على توحيد الآلهة، يعني إن هذا لشيء يراد، أي يراد بنا أن نترك ما نعبد آباءنا، وهذا أمر لا نقبله. ودي من إيه؟ من خصائص القرآن، إن ممكن إيه الضمير يعود والإشارة تعود على متناقضين، ويكون الجملة صالحة للاثنين، وده من إعجاز القرآن. يعني هذا إما تعود إلى كلام النبي، الإله إله واحد، أو تعود إلى كلامهم إيه إن الآلهة متعددة. ولو قريت الآية على المعنيين تلاقيها صحيحة المعنى، وده من عجائب القرآن، من إعجاز القرآن. تفضل يا سيدي، لا تجد في مثل هذا في كلام البشر مهما كان فصيحا، لا تجد مثل هذا في كلام البشر مهما كانوا فصحاء، لكن لا تجده إلا في القرآن. تفضل يا سيدي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا يعني لم نسمع، يبقى ما هنا النافية، ما يعني لم نسمع. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني آخر ملة سمعناها ملة النصارى، وعندهم إن الإله متعدد، الإله له ابن، وإنه حل، وإنه له زوجة، يعني ما حدش قال إله واحد خالص. حتى الملة الآخرة اللي هي ملة النصارى ما قالوش بالتوحيد، يعني جاء بأمر عجيب، لا تقولوا حتى الملة الآخرة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني إن هنا المخففة مستقيلة بمعنى ما النفية برضو، يعني كأنه بيقول ما هذا، يعني ما الذي يدعون إليه، إلا اختلاق، يعني أمر مختلق، أمر مختلق ولا صحة له. ما زلنا في كلام الكفار معترضين. تفضل يا سيدي. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني اشمعنا هو اللي نزل عليه الوحي، اشمعنا هو اللي نزل عليه الذكر، واحنا فينا ناس كتير اشراف مستحقين لمثل هذا. نفس المعنى اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى عنهم في سورة ايه، في سورة الانعام، واخد بالك. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مش هنؤمن إلا لما يوحى إلينا وينزل علينا ذكر زيك، لما ينزل علينا ذكر زيك يبقى ساعتها نؤمن. نفس الكلام هو فهمت إزاي؟ قالوا إيه؟ أنزل، وهذا استفهام استبعادي بيستنكر ويستبعد. أنزل عليه الذكر، أي هذا القرآن، من بيننا، دون نحن كلنا، شمعنا هو، يعني شمعنا هو وفي غيره أغنى منه وأقوى منه، واخد بالك، وأكثر منه أولادا وأكثر منه تجارة، كل ده قاعدين. نفس الحكاية، أنزل هذا الذكر على رجل من، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نفس الكلام، حسدوه أن ربنا خصه دونهم، فتملي الحسد يمنع من اتباع الحق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من، شوف بل بقى هنا كأن ربك سبحانه وتعالى حرف إضراب عن كلامهم، بقى خلاص سيبك منهم بقى، ده هم بيشكوا فيك. بل هم في شك من إيه؟ من ذكري. ده هم بيشكوا في القرآن مش بيشكوا فيك يا حبيبي، فهمت إزاي؟ إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل هم في شك من ذكري، أي من قرآني، لا يشكون فيك أنت فوق الشك.
لا تقلق، ولكنهم يشكون في القرآن لا يشكون فيك. وهذا بيان لكرامة النبي عن ربه، فنفى عنه كل ريبة. بل هم في شك من ذكري، ما قالش بل هم في شك منك، لا من ذكري، يعني خلي الأمر بيني وبينهم، أنت مبرأ، أنا أتعامل معهم. بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، ولسه كمان ما ذاقوش عذابي، لو ذاقوا عذابي هيعرف. بل لما يذوقوا عذابي، بإثبات الياء هكذا وصلا ووقفا عند قراءة يعقوب الحضرمي، أما باقي القراء بحذف الياء وصلا ووقفا. بل لما يذوقوا عذاب، لكن يعقوب الحضرمي لما يقراها يقراها ايه؟ بل لما يذوقوا عذابي، ويثبت الياء وقفا هكذا. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.